معارك النعمان 8/7/2011 الساعة 6 صباحا. قوات الأمن تداهم معارك النعمان والدبابات تنتشر في المدينة. الدبابات تتمركز بجانب القصر العدلي في معارك النعمان. القوات السورية تجتاح مدينة معارك النعمان الآمنة. تتحرك الدبابات. الدبابات تجتاح المدينة بالكامل وعليها العلم السوري، يريدون تحرير الجولان. هيا اصطحت بشار الأسد وصلت وهو جنوده. الجنود المدججة بالأسلحة تجتاح مدينة معارك النعمان الآمنة. الساعة 6:05 صباحا فجر يوم الأربعاء الثلاثاء، فجر يوم الثلاثاء. المدينة محاصرة. ها هي عصابات المندسة، العصابات المجرمة، يا شريف شحادي، يا طالب ابراهيم، يا احمد الحاج علي. الاجتياح الكامل للمدينة.